السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا ايه؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما كلكم تكونوا بخير. فيديو النهارده بصراحة ما فكرتش ان اصوره قبل كده، بس لما لقيت اتكتب في الكومنتات صوريه صوريه، مع ان يوتيوبر كتير صوروه يعني، بس قلت يلا بينا مش هنخسر حاجة يعني. فيلا بينا نصور الفيديو النهارده، وهو عن ماذا يوجد في حقيبتي. هتصدموا الصراحة، صدموا. طيب بالنسبة للحقيبة، اولا انا عندي حقيبتين مفضلتين طبعا، بتاع الانابيب ما بيحلليش يعدي غير وانا بصور، ده اساسي تمام. فالحقيبه الاولى اللي هي دي، انا اصلا اللي عارفني عارف ان انا اصلا بعشق، او انا ما بلبسش حاليا غير الشنط الباك تمام. فشنطتي المفضله هي الشنطه ديت اللي هي بتاعت كيبلينج، لو انا بنطق الماركه صح يعني، ديت القرد مقطوع بس ما علينا يعني. ان دي الشنطه اللي انا بحبها جدا جدا وبلبسها على طول. ومؤخرا بقت في شنطه تانية مفضله برضو عندي جدا، وهي الشنطه دي تمام. دي شنطه باك برضو اهي، دي شنطتي المفضله حاليا مع الشنطه اللي هي الكيبلينج. الشنطه ديت من عند جروب اسمه شنطه فاشينيستا تقريبا، هسيب لكم لينك الجروب تحت، بس يعني شنطه من الجروب دوت. الشنطه يعني من ساعه ما جبتها وانا يعني بقت شنطتي اللي انا على طول حاطه فيها كل حاجتي. حقيقي الشنطه تحفه تحفه. انا اصلا بحب الشنط الكبيره، لان طبعا انا عندي اطفال، ولو انت عندك اطفال زيي فبتحتاجي شنط كبيره تمام. فالشنطه دي بغض النظر ان انا اصلا لما اخترتها ما كنتش متخيله ان هي بصراحه هتيجي خامتها حلوه كده، لان انا اتخدعت قبل كده في الشنط الاونلاين يعني، فكنت خايفه جدا بصراحه. فلما جت يعني انبهرت بيها فعليا. بصوا الشنطه اصلا جلدها عامل ازاي، طري ازاي، طري جدا وحلوه جدا، وتقفلها ممتاز فوق الممتاز كمان تمام. كبيره اهي، اولا فيها سوستتين كبار، ادي سوسته ودي السوسته الثانيه، سوستتين كبار، وفي سوستتين صغيرين في الجناب، وفي سوسته ثانيه من ورا اللي هي السحاره دي تمام. تعالوا بقى نشوف ايه اللي جوه الشنطه. طيب انتوا هتنبهروا، لان انتوا هتصدموا ان الشنطه تقريبا ما فيهاش حاجه. يعني اول حاجه فيها كأم يعني طبيعيه، ما ينفعش تمشي من غير الوايبس تمام. الوايبس دي شيء اساسي عند كل ام، بس طبعا انا كنت دايما بجيب اللي هي الوايبس اللي من غير كحول علشان الاولاد يعني، والكحول مش حاجه لطيفه وكده. فكان عندي بتاعتي، هل هرميها؟ لا طبعا ما ارميهاش. رحت حاطه شويه بيتادين على شويه ميه، ورحت دلقاهم جوه الوايبس، بقت وايبس معقمه، واعقم بيها اي ايد في اي حته في اي مكان. فالوايبس دي اساسي معايا في الشنطه. نسيت اقول لكم صحيح ان الشنطه فيها كمان سوسته من جوه اهي، السوسته دي نسيت اقول لكم عليها تمام. تاني حاجه موجوده في الشنطه طبعا اكيد يعني المحفظه بتاعتي. المحفظه دي بيبقى فيها اللي هي الفلوس، الكروت، بطاقه، رخصه، الكروت بتاعت التامين الصحي، حاجات كده يعني. فدي المحفظه. تاني حاجه في معايا محفظه تانية على طول، وهي محفظه اولادي دي، لان انا فلوسي بتبقى في حته، وفلوس اولادي بحطها في محفظه ليهم خاصه بيهم، فدي محفظه اولادي. هتقولي لي ليه بتعملي كده؟ اقول لكم علشان احوش لهم فلوسهم، ما اصرفهاش، لان انا اي فلوس معايا بتتصرف، فانا بخلي فلوسهم لوحدها بحيث ان ما صرفهاش الشهر ده يخليها لهم للشهر اللي بعديه، لان طبعا انتوا عارفين مصاريف الاولاد كتير وكده، فدايما بتبقي عايزه تحوشي لهم لوحدهم. فدي الفكره يعني في ان انا ببقى معايا محفظتين. تاني حاجه طبعا انتوا متخيلين ان انا بقى شنطتي فيها ميك اب، اوعوا تتخيلوا كده، اوعوا في حياتكم. انا طول عمري بحط الميك اب مره واحده في اليوم الصبح، كمل بيه اليوم كمل، ما كملش خلاص، هي مره واحده بتحط. في عمري ما كنت بمشي بميك اب تمام. لكن ممكن تلاقي معايا حاجات بقى يعني لطيفه، يعني حاجات صغيره كده يعني، مثلا يعني مثلا بصوا دي شنطه ميك اب، هو ده المفروض اصلا ده طقم على بعضه يا بنات، ده طقم عباره عن 3 قطع، استنى اوريه لكم. بصوا هو ده طقم عباره عن 3 قطع، هتلاقوه على فكره في صفحه الدكان. بصوا ادي شنطه وسط، شنطه كبيره اهي، والشنطه الصغنونه بتاعتهم، هو
في منه بقى اشكال كتير جدا اصلا، حلو جدا وعملي جدا جدا، وبالذات لما تكوني مسافره او رايحه في حته يعني. فهي بيبقى معايا هذه الصغننه في الشنطه، محطوط فيها ايه بقى؟ محطوط فيها ايه يا ترى؟ هتلاقوا محطوط فيها التنت اساسي، هتلاقوا محطوط فيها مرطب الشفايف ده من لوريال، وبيعمل زي تنت كده زي اللي هو بتاع الالوفيرا بتاع الصبار نفس الفكره تمام، بس ده بتاع لوريال. هما دول اللي محطوطين جوه شنطتي. هنيجي بعد كده، كده الشنطة الكبيرة او الفستة الكبيرة خلصت، تعالوا نشوف ايه في الفستة الجانبية. اه في حاجتين مهمين مش المفروض كانوا يتحطوا في نفس الشنطة بتاعت الميك اب دي. معايا مرطب الشفايف، مرطب الشفايف ده من بالمرز، هو عبارة عن جلوس اصلا يعني اكتر منه مرطب، فبرضو بيبقى معايا. وطبعا مقدرش امشي غير بقطرة بتاعة جفاف العين، لان هنا ما بحطش عدسات في الشارع مشان حاجة غير انه انا ممنوع ان انا انزل الشارع اصلا بعدسات عشان عينيا تعبانة. فيعني العدسات دي بستخدمها مثلا في المناسبات مش عارف كده وانا بصور لكم، لكن عامة بمشي بنضارة. بس برضو ما اقدرش امشي من غير القطرة لان انا عيني جافة جدا جدا وحساسه جدا، فلازم يبقى في شنطتي مرطب العين لازم، ودي ماركه سيستان وعندي منها الثلاث انواع بتوعها تمام. هنيجي في السوسته اللي بعد كده، هنلاقي كريم الايد. كريم الايد ده من باليا، انا باخده معايا لان كريم الايد دوت بيعتبر اصغر كريم ايد عندي، بعد كده العبوات اللي عندي اكبر، دي اصغر عبوه ماشي. ودي كانت من صفحه نادا براندز يا بنات، لان انتوا عارفين نادا براندز هي اللي بتجيب حاجاتها كلها من المانيا بتاعت باليا، انا مش عارفه هي لسه شغاله ولا لا، بس يعني ده كان من عندها تمام. والكريم ده على فكره خفيف جدا على الايد، والايد بتشربه بسرعه جدا. في بعد كده عندي بقى برضو في الشنطة بياخد معايا المست، والمست ده برضو العبوة بتاعته صغيرة عشان كده بحب احطها في الشنطة، ده من اورفلام اسمه ميس يس تو لاف، حلو جدا وخفيف جدا. وعلى فكرة مش باخده معايا عشان ارش في الشارع ولا حاجة، انا برشش في الشارع برفيم يعني، لكن انا باخده معايا في الشنطة حد تعب، حد في مثلا ريحه رهيبه مش قادره اتنفسها، لان ساعات بتجيلي حاجه زي كده ارش على ايدي واشمها كده يعني احتياطيا في الشنطه، ده بيبقى اساسي المفروض بيبقى في شنطه اي بنت لاي ظرف ما تمام كده. وبيبقى في معايا حاجه تانية في الشنطه بس انا مش هقدر اطلعها على الكاميرا، اكيد انتوا هتفهموها، هي حاجه بنات دي بتبقى لازم تبقى محطوطه في الشنطه تمام، عشان الظروف بتاعتنا الشهريه لاي ظرف لازم تبقى معانا في الشنطه اوكي. اظن انتوا فهمتوا ايه اللي موجود في الشنطه كده. نيجي بعد كده في الجيب اللي هو التاني الصغنون، فيه بقى بيبقى فيه المفاتيح بتاعتي، مفاتيح العربية، مفاتيح البيت، حتى مفاتيح البيت بتاع أمي، كل المفاتيح موجودين، وبحطها في السوستة ديت علشان خاطر تبقى قريبة من إيدي على طول ما تغص جوه إيه الشنطة تمام كده. في إيه كمان؟ استنى تعالوا نشوف الجيب ده بيبقى فيه حاجة ولا إيه؟ أه فيه، استنى بصوا بقى فيه إيه؟ في حبة كوينز، وفي خاتم التسبيح دوت. خاتم التسبيح ده بصراحة أنا مبسوطة بيه جدا، وكان جاي لي هدية من عند أميرة، من عند الصفحة بتاعت الشنط ديت، كانت بعتهولي هدية على فكرة من ساعة ما هي جابته وأنا بستخدمه على طول على طول، وحباه جدا جدا جدا. لما تكوني كده قاعدة ما بتعمليش حاجة، عايزة تشغلي وقتك، لو مثلا انتي في مشوار، ربنا يجعلنا نرجع نروح مشاوير تاني يا رب، يا رب نرجع نروح مشاوير تاني يا رب، كانت بتبقى أهم على قلبنا، دلوقتي نفسنا نروحها. وقاعدة مستنية دورك في حاجة، راح تدفعي حاجة، تقعدي بقى تسبحي كده، وتبقى جميلة بصراحة يعني أنا بحبها جدا يعني. بالصلاة على النبي كده، هي دي كل الحاجات اللي كانت في شنطتي بالصلاة على النبي، عشان تعرفوا ان انا شنطتي اساسا ما فيهاش اي شيء خالص تمام. هتقولي لي طب ما تاخديش معاكي مناديل، انا اقول لكم لا، انا على طول في العربيه بيبقى في باكت مناديل عشان الاطفال برضو. والحاجه الاخيره اللي بتبقى معايا على طول في الشنطه هي طبعا التليفون والشاحن اساسي، وحاجه كمان هي التبالت بتاعت ولادي، ولادي واحنا نازلين بيبقى مثلا
احتمال كبير ان انا باخد لهم معايا التابلت مثلا لو رايحه بايت عند مامتي او كده باخده معايا، لو خارجين مشوار وراجعين لا مش باخدهم يعني، بس دي من الحاجات اللي برضو بتبقى محطوطه في شنطتي. تمام كده كده ده الفيديو، يا رب يكون الفيديو عجبكم. مش عارفه اصلا هو يعني فيديو صغير جدا يعني، ومش عارفه تكونوا استفدتوا منه حاجه ولا لا. بس انا هسيب لكم لينك الصفحه بتاعت شنطه فاشونيستا بتاعت اميره تحت، لان حقيقي يعني انا اتبسطت بالشنطه جدا، وعشان انا جبت قبل كده كذا شنطه اونلاين وكانوا وحشين، فعشان يعني حقها عليا الصراحه ان انا اقول لكم عليها، لان الشنطه فعلا طلعت خامتها ممتازه ممتازه. تمام فشكرا يا اميره. او بالنسبه للميك اب لوك دوت اكيد هيكون نازل لكم ان شاء الله باذن الله، وهسيب لكم اللينك بتاعه تحت في صندوق الوصف لو حابين تروحوا تتفرجوا عليه عملته ازاي وايه الحاجات اللي انا استخدمتها، هسيب لكم لينك الفيديو تحت. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، تابعوني على الانستجرام. تمام يلا باي باي.